العقل إلى ملاحظة شكل الخلية النباتية. إذا نحتاج من أجل يعني ملاحظة الخلايا النباتية إلى إنجاز ما يسمى بالتحضير. نعم، المجهري. قلنا تحضير مجهري. إذا سنحتاج للتحضير المجهري إلى مجموعة من الوسائل. إذا أولا سنحتاج إلى قشرة. نعم، هي اللي غادي ناخذ منها ماذا؟ علاش ناخذ الخلايا؟ هذه هي عناصر الجهاز. غادي ناخذ نعم قشرة. عينة. دائما كنسموها عينة. إذا غادي ناخذ واحد الجزء هو الذي سنسميه بعينة. إذا قلنا دائما العينة التي نستعملها في الملاحظة المجهرية يجب أن يتوفر فيها شرط أساسي وهو أن تكون شفافة وقابلة لأن يخترقها الضوء. إذن وهذا ينطبق على القشرة الداخلية الموجودة في أغلفة البصر. لخدنا البصلة فهي تتكون من عدة أغلفة على شكل طبقات متراكبة. إذن لخدنا أحد هذه الأغلفة وهذا سنجد بأنه داخليا مكون من غشاء رقيق. إذن هو شفاف. إذن يمكن أن يخترقه الضوء. إذن تحصل. إذا المناولة قلنا الهدف منها وهو ماذا؟ أن نلاحظ شنو غادي نلاحظ؟ الخلايا النباتية. سبق وأن تعرفنا في التجربة الأولى على الخلية الحيوانية بحيث لاحظنا يعني قشرة الوجه الداخلي للفم عند الإنسان. إذا لاحظنا من خلالها الشكل ديال الخلية الحيوانية وديال المكونات ديالها. إذا الآن سننتقل فهو ملائم للملاحظة المجهرية. إذا نحتاج إلى يعني مشرط أو سكين. إذا بواسطته سنقطع جزء، يعني في أن نأخذ جزء صغير فقط، نقطعه مثلا على شكل مربع، ثم نستخرج هذا الجزء باستعمال دم القلب. إذا كتكون عبارة عن قشرة رقيقة، إذا تسوي إزالتها، يعني هي هذه. إذا كناخذ هذا الجزء هذا، فنضعه فوق ماذا؟ دائما نقول الملاحظه المجهريه. اذا في العينه كنوضعها فوق صفيحه زجاجيه. اذا هنا فوق صفيحه زجاجيه وكنحتاج دائما من اجل ملاحظه الخلايا بشكل جيد على مستوى المجهر، بما ان الخلايا قد تظهر شفافه وبالتالي لا نلاحظ عناصرها بشكل جيد. اذا يمكننا ان نضيف الى العينه دائما نعم ملون. هنا تحدث على ملون. اذا هذا الملون الذي نستعمله هذه المره هو الحلول الأحمر المتعادية. نشوف في الحصة الماضية ضرب الميتيلين لونا بواسطة الخلية الحيوانية. إذا الآن سنلون الخلية النباتية باستعمال الأحمر المتعادي. إذا هنا كنوضع الحلول الأحمر المتعادي مثلا على مستوى علبة بيتري. إذا ثم نمرر هذه العينة على مستوى هذا الأحمر المتعادي فنضعها على مستوى الصفيحة الزجاجية. داك الشيء واحد كيما يدير هاد المناولة. دابا عندك الصفيحة الزجاجية هنا، حاول تمرر. تحطها في الوسط. هنا بعد أن نضع إذا العينة على مستوى الصفيحة الزجاجية، إذا هنا العينة أصبحت الآن ملونة، إذا يمكننا أن نضيف إليها قطرة ماء. إذا الماء نستعمل قطرة ماء. إذا الأول يعني لدينا الملون عموما هو عبارة عن سائل. إذا يمكننا يعني نوضع الملون كذلك قطرة ماء. يمكننا نوضعه جيدا ثم بعد ذلك نغطي باستعمال إذا ثم نغطي الكل باستعمال ماذا؟ نعم صفيحة زجاجية رقيقة. إذا يجب أن تكون نظيفة. نقول الآن الأوسخ تظهر على مستوى يعني هذه العينة أو هذه الصفيحة الزجاجية يمكن أن تظهر تحت المجهر. خاصها تكون نظيفة. إذا دائما نضع الصفيحة الزجاجية ونحاول ما أمكن أثناء وضعها ألا تتكون لدينا فقاعات هوائية. هكذا نحاول ما أمكن إزالة الفقاعات الهوائية. إذا هكذا نكون قد حصلنا على تحضير مجهري لعينة ديال قشرة البصل. إذا الخطوة الموالية هي ماذا؟ نضع في المجهر. نعم؟ أن نلاحظها على مستوى المجهر. إذا حنا تعرفنا على الأجزاء ديال المجهر الحصة الماضية، إذا كتذكير فقط، قلنا بأن المجهر يتكون من مجموعة من الأجزاء، تبقى أهمها دائما هي
العين. نعم العين هي و العدسه. شو سمينا هذيك الشيئيه اللي هي عباره عن عدسات. اذا قلنا الوظيفه ديالها هي تكبير. اذا عندنا عناصر اخرى لها ادوار مختلفه تعرفنا عليها، لكن تبقى دائما هذه العدسات بالاضافه الى الانبوب الضوئي. اذا هي التي تلعب الدور المهم في الملاحظه المجدري، هي التي ستكبر لنا الصوره ديال هذا الشيء هذا لكي نلاحظها يعني بالعين المجرده. اذا دائما قلنا نضع الصفيحه الزجاجيه فوق ماذا؟ شو سمينا هذا؟ المسرح. نعم المسرح ديال المجهه. اذا ثم نثبتها باستعمال منقط، ثم بعد ذلك اذا نقوم بالملاحظه باستعمال مختلف التكبيرات. اذا دائما كنبداو بالتكبير يعني الاصغر. شحال التكبير هنا؟ أربعة. إذا هذا الشيء هي مثلا التكبير ديالها أربعة، فالعينية التكبير ديالها شحال؟ 10. إذا التكبير الإجمالي هنا هو 40 مرة. إذا كنشوفوا هذا التكبير الأول، ثم بعد ذلك نمر إلى التكبير الموالي اللي هو التكبير 10. إذا هنا التكبير الإجمالي غادي يولي 100 مرة، ثم أقصى التكبير هنا يمكن أن نصل إليه بالنسبة لهذا المجهر هو عندنا 40 مضروبة في 10، إذا 400 مرة. هكذا فنستعمل مختلف التكبيرات لملاحظة الخلايا بأحجام مختلفة. إذا هنا سنجز رسم تخطيطي لهذه الخلية، الهدف من إنجاز هذا الرسم التخطيطي وهو ماذا؟ باش نشوف أولا، نعم، لماذا تتكون؟ كذلك الشكل ديالها، باش نشوف ما هي أوجه التشابه بينها وبين الخلية الحيوانية، وكذلك أوجه فقط اوجه التشابه، ولكن كذلك اوجه الاختلاف بينهم. اذا احنا باش يعني نوحدوا الرؤيه ونوحدوا الملاحظه، قلنا دائما ما غاديش ندوزوا واحد نشوف في المجهر. اذا باش نوحدوا الملاحظه، لان العناصر التلاميذ اللي فاش كنمروا بالمجهر واحد كل واحد شنو كيشوف. اذا باش نوحدوا الرؤيه قلنا غادي نستعملوا عن كاميرا. اذا هنا ستسقط لنا الصوره على مستوى الشاشه. اذا على مستوى الكاميرا يمكننا ان نلاحظ يعني الخلايا النباتيه. إذا يمكن أن تكون ملاحظة موحدة، فيمكننا انطلاقا من هذه الصورة هذه سنحصل عليها أن ننجز رسم تخطيطي للخلية النباتية لمعرفة بنيتها، وكذلك لمعرفة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينها وبين الخلية الحيوانية التي درسناها سابقا. يمكن ترجع الأماكن بكم. إذا قلنا بأن إذا بعد أن أنجز التحضير المجهري، إذا كاين واحد الملاحظة تظهر لدي الخلايا النباتية. إذا من هنا يمكننا أن نقارن بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. إذا ما هي أوجه الاختلاف الموجودة بينهما؟ أولا نلاحظ اختلاف في الشكل. قلنا بأن الخلية الحيوانية سابقا لها شكل دائري، بينما الخلية النباتية يمكن أن نقول على شكلها يشبه الشكل المستطيل. هذا هو الاختلاف الاول بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. لكن يمكننا ان نلاحظ اختلاف اخر يوجد بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. لاحظ جيدا. نعم الخليه النباتيه متجنعه متناسقه فيما بينها. هذا الشيء كذلك بالنسبه للخليه الحيوانيه، لكن الخليه الحيوانيه يمكن تفرقها بسهوله. بحيث لاحظنا بعض الخلايا الحيوانيه المعزوله، لكن بدنا نلاحظ ان الخلايا النباتيه جد متماسكه فيما بينها. نشر الحدود الموجوده بينها، لاحظوا. ماذا يمكن ان نقول على الحدود بين الخلايا النباتيه؟ هي مكونه من ماذا؟ لاحظوا جيدا. فهي في الحقيقه مكونه من بالنسبه للخلية الحيوانية فهي مكونة من غشاء سيتوبلازم. إذا ظهر بخط واحد رقيق. إذا هكذا فنحن نرى الخلية الحيوانية والحدود ديالها. لكن بالنسبة للحدود ديال الخلية النباتية فنحن نلاحظها بشكل جيد بشكل واضح. إذا كظهر بوسط خطوط سوداء عريضة لكن لا خلينا ننظر في الحقيقة هناك شو كنشوف؟ الحدود هنا
سطرين أو خطين. إذا أحدهما سبق وأن تعرفنا عليه بالنسبة للخلية الحيوانية وهو الداخلي هنا، إذا هذا السطر الداخلي هو إلا عبارة عن غشاء سيتوبلازمي. إذا قلنا غشاء سيتوبلازمي هو الغشاء الخارجي للخلية. إذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى العناصر التي تعرفنا عليها لدى الخلية الحيوانية لدينا هنا سيتوبلازم هو الحيز الداخلي، ثم لدينا النواة هذه الملونة بالدور الأحمر التي استعملناها أحمر الميتيلين. إذا هذه أوجه التشابه الموجودة بين الخلية النباتية والحيوانية، نفس العناصر الأساسية دائما غشاء سيتوبلازمي سيتوبلازم ونواة. لكن إضافة إلى هذه العناصر نلاحظ بأن الخلايا النباتية تتوفر على سطر آخر. إذا هذا السطر الثاني ما هو إلا عبارة عن غشاء آخر تسمى هذا الغشاء أو هذا الجدار بالجدار السيلولوزي. إذا هذا الجدار السيلولوزي نجده فقط عند الخلايا النباتية ولا نجده عند الخلايا الحية. إذا هذا هو أوجه الاختلاف الثاني الذي نجده بينهم. بالإضافة إلى الاختلاف في الشكل فهناك اختلاف كذلك من حيث وجود هذا العنصر. الخلية الحيوانية لا تتوفر عليه بينما تتوفر عليه الخلية النباتية نسميه بالجدار السيلولوزي. هذا الجدار السيلولوزي هو الذي يشكل الحائط بين الخلايا ويجعلها متماسكة فيما بينها، يصعب الفصل بينها. هذه المادة التي تتكون منها أو التي يتكون منها الجدار مادة السيلولوز، هذه المادة موجودة فقط عند نباتية أو نباتات بصفة عامة ولا نجدها عند الإنسان أو الحيوان. ليش في جسم الإنسان أو الحيوان؟ هي موجودة فقط في جسم النبات، هذا نجدها على مستوى الخلايا النباتية. إذا هذه أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية. كاين وجه الاختلاف أول وهو من حيث الشكل. الخلية الحيوانية قلنا بأنها ذات شكل دائري والخلية النباتية شكل مستطيل. إذا ولدينا الاختلاف الثاني وهو كون الخلية النباتية تتوفر على جدار سيلولوزي سميك يحيط بغشاء الاستوبلازمي ولا نجده عند الخلية الحيوانية. هذا سنقوم الآن بإنجاز رسم تخطيطي لهذه الخلايا لكي نشير إلى هذه المكونات. نعم يمكن لك تشير الى العناصر، يمكن تمثلها باللون. نعم تمثلها باللون الاحمر. اذا حاولي تكبري شويه النواه باش تبان. حاولي كذلك تمثلي الغشاء السيتوبلازمي بلون اخر، ديريه باللون الاحمر مثلا باش نميزو على الجدار السيلولوزي. داك الغشاء لا خليه مثلينا فقط داك الغشاء الداخلي يعني الغشاء السيتوبلازمي هذا كتمثلينا باللون الاحمر. الجدار السيلولوزي داخله باللون الابيض وحاولي تبيني الجدار السيلولوزي بانه اكثر سمكا من الغشاء السيتوبلازمي. اذا الخط الابيض غادي ديريه نوعا ما سميك مقارنه مع الخط الاحمر.
لا ما ننسوش دائما العناصر ديال الرسم. يجب ان نشير الى نسبه التكبير دائما، يعني نبقاو في نفس التكبير، التكبير ديال 100 مره. اذا كذلك العنوان، شنو غادي يدير في العنوان؟ نعم، تخطيط لخلايا نباتيه متجمعه. خلايا عندها تما مجموعه ماشي وحده. يلا تورينا دوك الخلايا في الاعلى، ندير السهم وتورينا الخلايا فين هما. دير الاسم ديالها في الاعلى، خليه نباتيه او خلايا نباتيه. شكرا.